ازيكم يا جماعه؟ النهارده في حلقه جديده هنا في ستيفلر رياكشن على هوم سينما. النهارده رجعنا نعمل ستيفلر رياكشن جديد لفيلم من الافلام اللي هتنزل السنه دي في 2021 واللي كان مفروض ينزل في 2020. فيلم رعب اخيرا الواحد هيشوف تريلر حاجه رعب، يعني فيلم اسمه ذا نايت هاوس. واول قبل ما اتفرج على التريلر دخلت اتاكدت ان هو ريتد ار مش بي جي 13، لان الحرق دمي اللي شاف الفيديو التريلر اكشن اللي كنت عامله بتاع فيلم اسمه ذا انهولي بتاع جيفري دي مورجان، التريلر كان حلو، التريلر كان حلو، هيبقى فيه جامب سكيرز وهيبقى فيه حركات وبتاع. فجاي اشوف الام بي اي ريتنج بتاعه طلع بي جي 13، فاللي هو ازاي يا جدعان؟ يعني انتوا ازاي فيلم رعب هورر حرفيا تصنيفه هورر ومديله بي جي 13؟ يعني انا بجد مش عارف ازاي. التريلر اللي خلاني اعمل له تريلر رياكشن الفيلم اللي اسمه The Night House، لان المخرج هو ديفيد باركنر. ديفيد باركنر ده اللي كان اخرج فيلم اسمه VHS، واللي ان شاء الله باذن الله هعمل لكم هورور في البيت تاني من اول وجديد، لان انا اصلا وحشني جدا الكاتيجوري بتاع هورور في البيت وهوم سينما في البيت ان انا ارجع اعمله. بس مع الاسف انا مشكلتي ان انا مسحوم بطريقة مش طبيعية في مسلسلات رمضان والتريلر رياكشنز بتاعتها، فاعذروني بجد. انا نفسي اعمل لكم اكتر كمان من الفيديوهات اللي انا بعملها حرفيا دلوقتي، فانا بجد بتأسف لكم لو انا مقصر الى حد ما في الفيديوهات الحاجات التانية غير الحاجات بتاعت رمضان يعني. فانا بجد انا اسف يعني، غصب عني استحملوني يعني. هحاول على قد ما اقدر والله اعمل فيديوهات اكتر الفتره اللي جايه، هحاول والله. بس انتوا ظبطوني بقى بعد اذنكم، سبسكرايب وشير ولايك وكومنت بعد اذنكم، يعني السبسكرايب المتين دلوقتي يعني، عشان اعرف بجد استمر واعمل فيديوهات اكتر واكتر الفتره اللي جايه يعني، لان زي ما انتوا عارفين احنا مسحومين يعني في حاجات رمضان لحد دلوقتي حرفيا يعني. زي ما قلت هو ديفيد باركنر هو المخرج. الكاست ليست بتاعنا هو ريبيكا هول، هي في فريق البطوله. ريبيكا هول دي اللي كانت طلعت في ميشن امبوسيبل، وستيسي مارتن. ستيسي مارتن دي يا جماعه مش لازم تعرفوا هي عملت فيلم ايه. ستيسي مارتن دي اللي كانت عملت فيلم نيمفومانياك، عارفين فيلم اسمه نيمفومانياك؟ ممكن ابقى اعمل لكم ريفيو بتاعه برضو في لوحدك في البيت، ممكن احتمال لسه مش عارف يعني. فيلم نيمفومانياك ده اللي كان فيه ما علينا، مش لازم تعرفوا كان فيه ايه، كان فيه حاجات يعني لا مؤاخذه يعني. ده فممكن ابقى اعمله ريفيو فيه لوحدك في البيت على جنب كده برضو يعني، في لوحدك في البيت وهوم سينما في البيت وهورور في البيت، انا مش عارف كل ده هعمله امتى بس هحاول يعني، ما علينا. والباقي طبعا انا معرفش مين الممثلين تانيين، فدول يعتبروا هم الابطال يعني بتوع الفيلم. انا اللي خلاني اعمل تريلر رياكشن عشان حاجتين، زي ما قلت عشان خاطر المخرج، وغير ان هو كمان عشان هو فيلم هورور، فانا بصراحة وحشتني الافلام الرعب من الاخر يعني سكة ودغري. طبعا كالعاده ما شفتش التريلر ولا مره، وطبعا اوفيشال تريلر مش زي مسلسلات رمضان يرموا لك التيزر وبعد كده بعدها بشهر بقى تعالى خد التريلر مننا يعني. طبعا كالعاده ما شفتش التريلر ولا مره، هشوفه معاكم دلوقتي لاول مره فيلم ذا نايت هاوس. يلا بينا. My husband took the boat out on the lake. He took a handgun that I didn't even know that we owned, and... Did he leave a note? He did. You were right. There is nothing. Nothing is after you. You're safe now. You said you were safe? Safe from what? And then over here we have, the husband. You know that we're paying people to do that, right? You don't have to do it all yourself. Owen? I didn't think we had secrets. Everybody has secrets. It's our house. But backwards. What the hell was he doing?
safe now. Safe from what? اوكي يا جماعه، هم كتبوا في الاخر this summer، ما كتبوش تاريخ امتى بالظبط، يعني عشان لو اتاجل، يعني انتوا عارفين ساعات بيقولوا حاجه وفي الاخر ياجلوا. يعني ما علينا جماعه، انا اسف، انا قلت ان الممثله ريبيكا هول اللي كانت عملت ميشن امبوسيبل، بس مش هي اللي عملت ميشن امبوسيبل، انا اتلخبطت. ريبيكا هول دي اللي كانت عملت فيكي كريستينا برشلونه وكانت طالعه فيلم ذا تاون، انا اتلخبطت. الثانيه كان اسمها ريبيكا فيرجنسون، فانا اسف يعني اتلخبطت. التريلر شكله حلو مش وحش، بس انا مش عارف حسيته، يعني حسيته فيلم تانت النسخة الرعب، فانا مش عارف. وبعد كده بصراحة برضو اكون صريح معاكم، انا ما حسيتش ان هو رعب الفيلم، حسيت ان هو اكتر ثريلر اكتر من هو هورر، فانا حرفيا ما حسيتش باي جامب سكير، ما حسيتش باي حاجة. بس فكرة حلوة، يعني حسيت ان الفكرة حلوة مش وحشة. يعني عارفين انتوا بقى بيت مسكون والكلام ده كله، فانا بس انا مش فاهم ايه الفكره اللي هي رجعت في الزمن وهي دخلت البيت والاحداث يعني الريفرس، ولقيت نفسها قاعده على الكنبه. فبرضه حلو الفكره، وعجبني قوي الفايولين اللي كان موجود في في التريلر، يعني فكرني بانسيديوس شويه كده، يعني في التريلر بتاع انسيديوس والفيلم بتاع انسيديوس كان موجود حته الفايولين الرعب اللي دي، انا كنت بكره الفايولين بتاع انسيديوس ده اساسا يعني. لا بس التريلر شكله مش وحش، يعني شكله حلو، يعني انا شايف ان الفيلم شكله حلو وشكله مش وحش يعني يا جماعه، بس مش هورور، ما حسيتوش، انا اسف ما حسيتوش هورور. يعني نسبه ترقبي للفيلم هي 7 برضو من 10، مش اكتر من كده، لحد ما ان شاء الله باذن الله نتفرج على الفيلم. بس ما عنديش اي حاجه تانية اقولها عن فيلم ذا نايت هاوس. اتمنى الحلقه تكون عجبتكم، ان شاء الله اشوفكم في فيديوهات تانية قريب. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير لو الحلقه عجبتكم، ما تنسوش برضو تعملوا سبسكرايب للشانل التانية اللي اسمها هوم الون، هسيب لكم اللينك بتاعها في الديسكربشن. ولو حابين تعملوا لي فولو لايك على فيسبوك وتويتر وانستغرام برضو هسيب لكم اللينكس في الديسكربشن. باي باي.